السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ده كده عبارة عن الجزء الأخير بالنسبة لنا في البرنترال بريباريشن. طبعا زي ما انتم عارفين احنا كنا بنتكلم كده عن البرنترال بريباريشن، المزايا بتاعتها والعيوب وايه انواع البرنترال بريباريشنز المختلفة، وكنا واقفين كده عند جزء اسمه الفيكل. فيكلز اللي هي عبارة عن سولفنتس اللي بيستخدموها في البرنترال preparation. طبعا واحد من اهم الفيكل او السولفنت حاجه بنسميها ووتر فور انجكشن. طبعا يا شباب الووتر فور انجكشن هي عباره عن الميه اللي بيتعمل منها الحقن. انتوا عارفين الحقن في نوعين من الحقن، في الميه بتبقى الحقن اللي بتبقى الباودر لوحده والميه لوحدها، ده نوع. اما النوع اللي بنتكلم عليه دي الحقن اللي بتبقى جاهزه اللي هي السوليوشن. الحقن الجاهزه دي الميه اللي معمول منها الحقن الجاهزه دي بنسميها ووتر فور انجكشن. طبعا في بعض المعلومات الهامه جدا ان كميه الباودر السوليد اللي موجود في الميه ما بيزيدش ابدا عن 1 مللي جرام لكل 100 مللي من الميه، كميه صغيره جدا. مش لازم تكون استرايل، خلي بالكوا ليه، لان احنا مش لازم تبقى الميه لوحدها معقمه، احنا بنعمل المنتج على بعضه، بنعمل السولوشن على بعضه، وفي الاخر بنعقمه مره واحده. فالميه دي لوحدها مش لازم تكون معقمه، بس لازم تبقى بايروجين وايون فري، ما فيهاش لا بايروجين ولا فيها ايونز. طبعا لازم تستخدم يعني في صناعه الحقن اللي هي لازم تبقى ستيرلايزد افتر بريبريشن. زي ما قلنا بعد ما بنصنع الحقن ديت في الاخر بيتعقم المنتج كله على بعض. الميه دي صالحه للاستخدام داخل المصنع في خلال 24 ساعه من تحضيرها. الاسترايل ووتر فور انجكشن بقى دي نوع تاني من الميه، ودي اللي بتبقى عباره عن الميه اللي بتبقى لوحدها والبودر لوحده في الحقن. الميه دي اسمها استرايل ووتر فور انجكشن، واضح طبعا من اسمها ان هي لازم تكون استرايل عكس الميه اللي موجوده فيها. ما ينفعش ناخدها، ما ينفعش حد ياخدها او يستخدمها اكتر من 1000 مللي، ولا ينفع تبقى الميه دي فيها اي مواد حافظه، يعني نوت كونتيننج بكتيريو ستاتيك ايجنت. الميه دي فيها مشكله كبيره جدا ان كميه الاملاح اللي فيها كتيره قوي، يمكن اكتر من الميه اللي فوق. احنا قلنا الميه اللي فوق مش اكتر من 1 مللي جرام، اما دي كميه الاملاح فيها بتبقى كتيره جدا جدا. طب ليه كتيره؟ عشان بيحصل ظاهره بنسميها ليتشي، دي مهمه قوي. انتوا عارفين يا جماعه الازاز لو حطينا مثلا انبوله بالمنظر ده، الانبوله دي بيبقى جواها ميه اللي هي الووتر او الاسترايل ووتر فور انجكشن. الميه اللي تبقى موجوده دي جوه الازازه دي بنعمل للانبوله على بعضها تعقيم. التعقيم ده بيبتدي يحلل الازاز نفسه، الازاز نفسه يبتدي يحصل له ديجراديشن، يتحلل كده. التحلل بتاع الازاز يخلي الازاز ينزل زي رايش كده في قلب الميه بالمنظر ده. اهو الرايش ده يا شباب بنسميه علميا ليتشي. فالنوع ده من الميه مشكلته ان في كميه ملح كتير نتيجه وجود ليتشي. طبعا خلي بالكوا ان الميه دي برضو لازم تبقى ما فيهاش بايروجين، وطبعا لازم تبقى استيرلايز، ودي مهمه قوي. ما ينفعش ابدا ناخد النوع ده من الووتر اي في بكميه كبيره اصلا. ليه؟ عشان هو مش ايزوتونيك، هاز هاف نو تونستي، يعني هو نوت ايزوتونيك. It's supplied only as a single dose container، بتبقى عبوه الامبوله لوحدها دي يا دوبك بنفتحها وبناخد منها الايه الليكويد بتاعنا. غالبا بتبقى الميه دي موجوده في ازاز، او ممكن تكون موجوده في البولي بروبايلين، يعني موجوده في بلاستيك. طيب نوع اخر من الووتر برضو معانا اللي هو البكتيريو ستاتيك ووتر فور انجكشن، وده مهم قوي. دي عباره عن انواع اخرى من الووتر بيستخدموها. الووتر ده يا شباب بيبقى استرايل عادي خالص، بس بيضاف عليه ماده حافظه بكتيريو ستاتيك ايجنت، ممكن تبقى اي في او اي ام او سب كوتينيس، يعني ليها استخدامات متعدده. طبعا الميه دي في التحضير بتاعها لازم الاول يغلوها كويس قوي، لان الغليان ده هيخرج لي اي غازات موجوده في الميه. اتس باكت نوت مور ذان 30 مل اوف فايل، يعني لما بنستخدمها ما ينفعش نستخدم اكتر من 30 مل. ليه؟ لان هي بيبقى فيها ماده حافظه زي ما قلنا فوق، فيها ماده حافظه. الماده الحافظه دي اسمها او التركيز بتاعها 0.9، واسم الماده الحافظه بنزايل الكحول. مشكله الماده الحافظه دي ان هي فيري توكسيك، عشان كده ريستريكتد ان ال في بي. ال في بي يا شباب اللي هي اختصار لكلمه لارج فوليوم
بارنترال لارج فوليوم بارنترال اللي هي الايه؟ اللي هي عباره عن المحاليل اللي تتعلق للبيشنت، فما ينفعش اعمل محلول من الميه دي عشان الميه دي فيها ماده حافظه، الماده الحافظه دي توكسيك بالنسبه للبيشنت. وطبعا بيقول لكم لو الحجم هيزيد عن 5 مللي لا ما تستخدمش الميه دي اصلا، استخدم افضل الاسترايل ووتر فور انجكشن. دي مهمه قوي المعلومه دي. يبقى لو الحجم عايز تستخدم ميه اكتر من 5 مللي بلاش النوع ده من الميه خالص، واستخدم افضل النوع اللي كان قبليه استرايل ووتر فور انجكشن. طبعا المعلومه اللي جايه مهمه جدا جدا، ان مع الاطفال الرضع الصغيرين ممنوع استخدام الووتر بكتيريوستاتيك ووتر فور انجكشن. ليه؟ لان الماده الحافظه دي بتعمل لهم ظاهره خطيره قوي اسمها جاسبنج سندروم، وده عباره عن مرض بيبوظ كل اجهزه الجسم زي ما انتم شايفين، بيبوظ الليفر وبيعمل ميتابوليك اسيدوزز ويبوظ الريسبيريشن وفي الاخر ويبوظ الكليه كمان الرينال، ممكن يعمل ده. فالنوع ده من الميه غير مستحب ابدا مع الاطفال الصغير. بعد كده بيقول لكم بكتيريوستاتيك ان اي سي ال انجكشن اللي هي محلول الملح بس فيه ماده حافظه، فنفس الكلام ما ينفعش يتاخد اكتر من 30 مللي زي ما قلنا فوق، ولا ينفع مع الاطفال الصغيرين زي ما قلنا في النوع الميه اللي قبليه على طول. ده بيستخدم في الفلاش كاثتر، يعني علشان خاطر الكاثتر يعني قسطره، فعشان ينظفوا القسطره بيستخدموا النوع ده من الووتر. وكمان بيستخدم في الريكونستيتيوشن، يعني لو عايزين يحلوا باودر عايزين يحلوه فبيحلوه بالنوع ده من الميه. الووتر ميسبل فيكل هي فيكلز بنحطها ككو سولفنت كده عشان تزود ذوبان المواد في الميه وتقلل يعني تزود ذوبان الدراج في الميه وتقلل اي هيدروليسز ممكن يحصل. وطبعا في عندنا اكتر من حاجه زي الايثايل الكحول او الجليسرين، بولي بروبايلين جلايكول، بولي بروبايلين جلايكول او بولي ايثيلين جلايكول وديميثايل اسيتامايد، دي كلها امثله لووتر ميسبل فيكل. طيب في انواع اخرى عندنا اللي هي النوع اللي بعديه بالنسبه لنا اللي هو عباره عن النون اكواز فيكل. بقى النون اكواز فيكل ده موضوع مختلف تماما، لان النون اكواز فيكل دي عباره عن فيكل مش ميه اصلا، هي بتبقى عباره عن فيكسد اويل، يعني احنا مش عايزين نستخدم ميه، عايزين نستخدم زيت، حقن بيبقى فيها زيت. دي للادويه اللي ذوبانها ضعيف او الادويه اللي بيحصل لها هيدروليسز، فلو مش نافع بستخدم معاها النون اكواز فيكل. طبعا لازم الاويل ده ما يبقاش بيعمل اريتيشن ولا يبقى توكسيك ولا يعمل فارماكولوجيكال، ما يبقاش اكتف اصلا جوه الجسم، ما يبقاش ليه اي دور. طبعا خلي بالكم ان الفيكسد اويل اللي بنستخدمه ده لازم نبص على الفيسكوستي بتاعته عشان خاطر السترنجابيلتي، عشان خاطر الزيت يتحرك بسهوله جوه السرنج. لازم ندور على الفلويديتي قد ايه عنده سيوله بالذات في علاقته مع التمبرتشر. لازم نبص على البويلنج بوينت، وده مهم جدا جدا بالنسبه لنا عشان نعرف هل الزيت ده هيقدر يتحمل التعقيم ولا لا. لازم نبص على الاميسيبيليتي ما بين الـ، يعني هل هو بيدوب في البادي فلويد ولا لا، وكمان نبص على البيوريتي. فدي عباره عن بعض الملاحظات باخد بالي منها وانا بحضر الايه؟ وانا بحضر النوع ده من انواع الفيكل. في ريستريكشن اوف فيكسد اويل، يعني الفيكسد اويل فيها بعض الملحوظات الهامه خلي بالك منها. رقم واحد، لازم لو سقعتها لغاية 10 درجات مئوية تفضل كلير ما ترصفش أو ما تفصلش. الأويل ما ينفعش يبقى أستخدم حقن أبدا فيها مينرال أويل زي البارافين أويل، لأن الجسم مش بيعرف يمتصها، not absorbed by body. كمان لازم تبقى تميت الأوفيشال ريكوايرمنت أوف سابونيف، لازم يبقى عندها سابونيفيكيشن فاليو وأيودين فاليو مناسبة وموافقة لتعليمات الفارماكوبيا. طبعا دي عباره عن تجارب، السبونيفيكيشن فاليو دي تجارب بيعملوها علشان يحددوا نوع الاويل وقد ايه طبعا السبونيفيكيشن فاليو دي بتقيس في قد ايه اسيد موجود في الاويل، والايودين فاليو دي بتقيس قد ايه في انساتوريشن او قد ايه في دبل بوند موجوده في الاويل. فلازم تبقى الفاليو بتاعتها فاليو مظبوطه بتوافق عليها. كمان توكسيستي، هي مش توكسيك، بقول لكم التوكسيستي بتاعتها قليله، بس بعض الناس بيبقى عندهم حساسيه من الزيوت دي، فنخلي بالنا في الحالات دي. طبعا في عندنا اكزامبلز كتيره قوي زي الكورن اويل، الكوتون سيد اويل،
البينات اويل، سيسام اويل، كل دي، والكاستور والاوليف، كل دي عبارة عن اويلز بيستخدموها فعلا في الحالات دي. في اولياجينس طبعا انجكشنز، الحقن اقدر اخدها طبعا اولياجينس يعني حقن الزيت، نقدر ناخدها بسهولة اي ام، بس ما ينفعش ناخدها ايه اي في، لان الاويل جلوبيول اوكيولود بالمونري سيركيوليشن. طبعا الاويل لو اخدناه حقن زي حقن الديبكسول مثلا دي بيبقى فيها اويل، ما ينفعش ابدا تتحقن اي في، فش ابدا تتحقن ايه اي في. طيب نيجي بعد كده لعنوان تاني جميل بالنسبه لنا، سيلكشن اوف اكسيبيانت، اختيار طبعا الاكسيبيانت لازم يتحقق فيه مجموعه من الشروط. ايه هي الشروط؟ طبعا لازم اطمن ان البيربس او الهدف من استخدام الاكسيبيانت واضح، لازم يبقى متوافق مع الريجولاريتي ريكويرمنت، لازم يبقى متوافق مع النظم الحاكمه يعني في صناعات النظم او القوانين الحاكمه في استخدامات الاكسيبيانت، كمان لازم يبقى متوافق عليه في الماركت، او الماركت جربوا الاكسيبيانت دي كتير عشان تبقى خلاص الناس مطمنه في استخدامه. واهم حاجه ما ينفعش نستخدم زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا الوان مع الحقن، الحقن تبقى عباره عن دوزج فور، ما ينفعش نحط عليها الوان، لو في الوان تبقى دي الوان الماده الفعاله نفسها مش الوان احنا ضايفينها من بره. طبعا في بعض الاضافات الاخرى بنحطها زي الانتي مايكروبيال، المواد الحافظه، طبعا في مواد حافظه كتيره قوي بيبقى ليها انتي فانجل وانتي بكتيريال اكشن كبير، زي مجموعه المواد دي البنزايل الكحول، بنزال كونيوم كلورايد، الميثايل بارابين، البروبايل بارابين، الفينول، كل دول عباره عن اكسيبيانت بنحطها، وطبعا بيبقى ليها تركيزات، واضح التركيزات كلها عباره عن very low concentration، ناخدها بتركيزات قليله. ليه تركيزات قليله؟ زي ما اتفقنا فوق عشان هي مواد توكسيك. طيب في عندنا حاجه اسمها بريزرفاتيف، ايه هي البريزرفاتيف بقى؟ المواد الحافظه. المواد الحافظه تستخدم لو انا عندي مالتي دوز كونتينر، مالتي دوز كونتينر يعني الكونتينر باخد منه مثلا شويه وعينه واخد منه تاني وعينه، اما السنجل دوز مفروض ما بنحطش فيها ماده حافظه. امتى بنحط في السنجل دوز ماده حافظه؟ لو انا مش هعقمها في الاخر. يبقى المواد الادويه المالتي دوز كلها بحط فيها ماده حافظه، السنجل دوز ما بحطش فيها ماده حافظه الا لو ما كانتش بتتعقم في الاخر. كلمه تيرمينال استريلايزد يعني بتتعقم في الاخر، فلو مش بتتعقم في الاخر لازم نحط عليها ماده حافظه. اللارج فوليوم بارنترال او المحاليل الكبيره ما ينفعش نحط عليها طبعا ماده حافظه، ليه؟ عشان توكسيك زي ما اتفق وهناخدها بكميه كبيره. The formulation scientist must be aware of interaction between preservative and component. طبعا لازم الواحد يبقى واخد باله اللي بيحضر، هل البريزرفاتيف ده هيعمل interaction مع other component ولا لا. Partitioning into a micellar phase، خلي بالكو ممكن البريزرفاتيف للحظه من اللحظات لو بعمل emulsion يسيب الاكوس فيز، او يسيب المفروض طبعا البريزرفاتيف بيبقى قاعد اكتر في الميه، يبقى دايب اكتر لان البكتيريا تقعد اكتر في الميه، فبيقول لك في الايمالشن ممكن الووتر او ممكن ممكن البريزرفاتيف يسيب الميه ويروح يقعد في المايسل او يروح يقعد في الاويل. طبعا لو راح ساب الميه وراح اماكن تانية جوه الايمالشن هتقل قوي الفعاليه بتاعته، فدي برضو ملحوظه مهمه. اخيرا طبعا لو الكونتينر بتاعي فيه رابر فممكن البريزرفاتيف بتاعنا دوت يمسك او يلزق في الايه في الرابر، فبرضه دي بعض الملحوظات خلي بالك منها وانت بتتعامل مع البريزرفاتيف. الانتي اوكسيدنت طبعا في مواد كتيره جدا جدا تستخدم كانتي اوكسيدنت، بالذات المواد اللي بيبقى فيها سلفر، كل املاح السلفر، سلفر دايوكسيد او باي سلفايد او ميتا باي سلفايد او سلفايد، كل اللي فيهم سلفر يعتبروا انتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت ليها دورين اتنين، اولا الانتي اوكسيدنت بتفضل موجوده مع الدواء اوفر ذا شيلف لايف يعني لغايه الاكسبيريشن الانتي اوكسيدنت شغاله، وبتمنع طبعا هي بتعمل ايه؟ هي بتضحي بنفسها، هي يعني احنا بنحط انتي اوكسيدنت عشان الدراج ما يحصلوش اوكسيديشن، الانتي اوكسيدنت هو اللي بيحصل له اوكسيديشن بس ويخلي الدواء سليم ما يحصلوش اوكسيديشن، فهو بيضحي بنفسه يعني. وفي نفس الوقت باي بلوكينج ذا اوكسيديتيف التشين رياكشن يعني بيمنع اي اوكسيديشن او اي تفاعلات ممكن تؤدي الى اوكسيديشن جوه
الدواء. طبعا في بعض المواد تعتبر سينرجيستيك، يعني مواد بتساعد اداء الايه، تساعد اداء الانتي اوكسيدنت، يعني انتي اوكسيدنت وفي حاجات مساعده ليها بنسميها سينرجيستيك، دي بتوقف برضه التفاعلات. ساعات بيحط مواد تانية زي الكلييتنج ايجنت كده، حاجات تعمل كومبلكس تمسك في الميتال اللي ممكن يعمل اوكسيديشن، او ساعات حاجات بتعمل كومبلكس يعني تبقى الانتي اوكسيدنت يعمل كومبلكس مع الكاتاليست اللي بيحفز الاوكسيديشن، فانا كده بالطريقه دي انا بوقف الاوكسيديشن. فاذا في طرق كتيره قوي قوي ممكن نستخدمها. السلفايد كان اولسو رياكت وذ، ممكن طبعا يقول لكم ان في بعض المشاكل او بعض الانكومباتبيلتي بتظهر لما السلفايد تتفاعل مع الابينفرين. الابينفرين ده عباره عن دراج، ده دواء. السلفايد ده ممكن يتفاعل، السلفايد ده اللي هو الانتي اوكسيدنت، فالانتي اوكسيدنت ممكن يتفاعل مع الدواء ويعمل مثلا مع حاجه زي الابينفرين سلفيت، ده ممكن يعمل اليرجيك رياكشن، وممكن بالذات الناس اللي عندهم ازمه فبتبقى مشكله برضو ايه كبيره. طيب نجيب بعد كده البفر. طبعا البفر من الحالات الجميله جدا عندنا، البفر حاجه بتحافظ على البي اتش. طبعا في فاكتورز كتيره قوي بتاثر في اداء البفر زي الديجراديشن اللي ممكن يحصل للدواء، الديفيوجن اوف جاز ثرو ذا كلوجر، ان الغاز ممكن يعدي من بره الكونتينر يخش جوه الكونتينر فيغير البي اتش، في الافكت اوف جاز اون ذا برودكت، طبعا في الستوبر، كل دي فاكتورز بتغير البي اتش بتاع الكونتينر. طبعا زي ما انتم عارفين ان البفر ويك بيز مع السولت بتاعه زي ما اخدته قبل كده، او ويك اسيد مع السولت بتاعه. طيب زي مين طبعا انواع البفر؟ الاسيتيت، سيتريت، فوسفيت، الامينو اسيد، كل دول بيستخدموا. يمكن خصوصا الامينو اسيد بالذات بيستخدم دايما في البوليبيبتايد انجكشن، بيستخدموا دايما مع الامينو اسيد. طيب في بعد كده عندنا الكلييتنج ايجنت، عيله اخرى برضو، دي مواد بتعمل كومبلكسيشن زي الاديتا كده لو فاكرين، الاديتيت صوديوم داي صوديوم او الاديتا، الستريك اسيد والتارتاريك اسيد، دول دي مواد بتمسك في اي ميتالز زي الكابر او الايرون او الزنك علشان تمنع الاكسديشن اللي موجود، يبقى هي تعتبر برضو انتي اوكسيدنت، بس فكرتها ان هي بتمسك في الميتال اللي ممكن يعمل اوكسيديشن. طبعا في عندنا انواع الميتال، بيجي منين الميتال؟ بيجي من الرو ماتيريال، بيجي من السولفنت، بيجي من الستوبر، بيجي من الاكويبمنت، يعني ليه مصادر كتيرة جدا ممكن يجي منها. الانرت جاز، الانرت جاز دي مهمة. انتوا عارفين ان الكونتينر اللي بيبقى كونتينر كده فيه سائل مثلا زي الحقن كده، بيبقى فوق هنا فيه اير، هواء، الهواء اللي فوق ده مشكلة، ممكن يتفاعل مع الدواء بتاعي يعمل له اوكسيديشن مثلا. فاحنا بنعمل ايه؟ بنشيل الاير اللي فوق ده في العلبة ونحط مكانه انرت جاز زي النيتروجين والكربون دايوكسيد، دول بيزودوا الاستابيليتي بتاعت المنتج، لان زي ما انت قلت زي ما احنا قلنا ان الاير اللي موجود ده هيكون فيه اكسجين، والاكسجين ممكن في الاير يعمل اوكسيديشن للدرج، فبنشيل الاير خالص وندخل مكانه انرت جاز. وطبعا يفضل طبعا يكون الكونتينر او الامبوله مقفوله كويس عشان ما يعديش اي جاز من بره فيها. بيوتايل رابر ستوك دي عباره عن منتجات بتبقى محطوطه كده، او انواع من الحقن محطوطه في كونتينر معموله من الرابر، ودي احنا بتبقى بقى يعني المنتج ده احنا خايفين عليه قوي، فالرابر بقى بيبقى مستو انه قافل جدا جدا، وبالتالي ما يدخلش اي اكسجين جوه الكونتينر بتاعي فيدي ريزيستنس كويس. تمام، يبقى البيوتايل رابر ستوك دي حمايه بنعملها دايما مع المنتجات اللي بيحصل لها دايما اوكسيديشن بالاكسجين اللي موجود في الاير. في برضه استابيلايزر، ساعات بيحطوا استابيلايزر، والاستابيلايزر طبعا لو حطوه فهو بيحاول يحافظوا بيه على الاستابيليتي اوف ذا فورميوليشن زي الجليسرين كده وزي الكرياتين. في تونستي ادجستمنت ايجنت، والتونستي ادجستمنت ايجنت هي مواد بتخلي الدراج بتاعنا ايزوتونيك. طبعا في عندنا طبعا انتوا عارفين لو الدواء هايبرتونيك بيعمل هيموليسيس اوف ار بي سيز، ولو الدواء هايبرتونيك بيعمل كرينيشن بيعمل شرينكج.
فلازم نظبط الايزوتونستي. بنظبطها ازاي بقى؟ بالدكستروز والصوديوم كلورايد والبوتاسيوم كلورايد. في بقى السولوبولايزنج ايجنت، مواد بتزود السولوبيليتي، بيحطوها في الحقن برضو، ودي زي طبعا بيبقى دورها ان هي بتزود السولوبيليتي، وممكن كمان تبقى ايمالسيفاير او ممكن تبقى ويتنج ايجنت. يعني خلي بالكو السولوبولايزر والايمالسيفاير والويتنج ايجنت كلهم هدفهم واحد، ان هم يزودوا محبه المواد للسولفنت اللي هي قاعده فيها، كلهم معناهم واحد. السيرفاكتنت طبعا بيستخدم مع الايمالشن. السولوبولايزنج طبعا السيرفاكتنت بيستخدم في حالات الايمالشن زي تدويب الفات سولوبل فيتامين والاسترويد. طبعا دول كلهم علشان نعملهم ايمالشن محتاجين دايما سيرفاكتنت، لان دول كلهم عباره عن فات سولوبل فيتامين، او الاسترويد دول عباره عن هيدروفوبيك دراج، فالهيدروفوبيك دراج محتاجين دايما يتحطوا في ايمالشن اويل ان ووتر طبعا. ولازم طبعا والفات سولوبل فيتامين يا شباب اللي هي الفيتامين اي كي واي ودي واي، فالنوع ده من الفيتامين والاسترويد محتاجين دايما نحط عليهم سيرفاكتنت. ايه امثله السيرفاكتنت اللي بيبقى استروبلايزنج ايجنت؟ الجليسرين والليسين والايثايل الكحول والداي ميثايل اسيتاميد، كل دي مواد بنحطها للايه؟ للهدف ده. طيب نرجع مره تانية بقى الليبلنج. الليبلنج بالنسبه لي حاجه جديده بقى، بيقول لحضراتكم كده بشكل بسيط قوي، ان لو واحد عايز، طبعا اي علبه في الدنيا بيبقى عليها كده ليبل، الليبل بيتكتب عليه مجموعه معلومات، يعني قرايه مش مهمه، مكتوب عليه اللايسنس نمبر اللي هو تاريخ الرخصه اللي هم، او الرقم الرخصه المسموح بها صناعه الدواء ده، الاسم المصنع نفسه، اسم الموزع لو كان ده دواء مستورد، الاكسبيريشن ديت، السعر بتاعه، حتى شامل الضرائب بيبقى مكتوب عليه السعر شامل الضريبه، عنوان المصنع اللي مكتوب اللي بيعمل الدواء، يعني اسم المنتج، كميه المنتج اللي بتتصنع، نسبه الماده الفعاله اللي موجوده، اسامي المواد اللي موجوده، كل ده بيتكتب في الايه؟ في الليبل. يمكن البيج دي يعني معظمها قرايه شويه اكتر منها دراسه كده، وده تاخدوه ان ديتيل يمكن قدام في ماده هتاخدوها اسمها جود مانيفاكتشرنج براكتس او جي ام بي، اللي هي طبيعه المصنع نفسه. يعني يمكن بقيه البيج دي كلها كده بنتكلم على طبيعه المصنع نفسه او صفات المصنع نفسه. المصنع متقسم لاماكن مختلفه، ففي حاجه بنسميها كلين اب اريا. كلين اب اريا هي مناطق مش معقمه في المصنع، مناطق نوت اسيبتك اريا يعني مناطق مش معقمه، هي نظيفه ما فيهاش دست بس مش معقمه، ما فيهاش دست، ما فيهاش فايبرز، ما فيهاش مايكرو اورجانيزم، بس هي نوت نون اسيبتك اريا يعني منطقه مش معقمه. المنطقه دي طبعا ما ينفعش يبقى فيها مويتشر، ما ينفعش يكون فيها ستيم، ما ينفعش يبقى فيها صابون خالص، حتى الجدران والحوائط بتاعه المنطقه ديت يعني تساعدني ان هي تمنع تراكم الدست والمايكرو اورجانيزم، حتى بيبقى فيه يعني زي شفاطات كده بيسموها اكزوست فان عشان تشفط اي رطوبه او اي حراره جوه الغرفه، هي بتبقى نظيفه طبعا بس تاني مش مناطق معقمه. The container والكلوجر are washed and dried in this area، يعني في الاماكن دي بقى ممكن بيغسلوا العبوات اللي هم بيعبوا فيها الدواء بعد كده. طبعا لازم المنطقه دي تبقى فيها المواسير والانابيب والمعدات تبقى متركبه صح، proper installation متركبه صح، تبقى no unsealed opening يعني ما فيش كل الانابيب ما فيهاش ريسيزز يعني ما فيش تسريب من اي انابيب موجوده، ما فيش اي انابيب تبقى بيحصل فيها مش مقفوله كويس، مش محكمه الغلق عشان ما يحصلش تسريب من الانبوبه دي للغرفه نفسها، ما يبقاش في سينك، ما يبقاش في بلعات لا سينك ولا درين في الغرف دي، حتى الاماكن دخول الناس بيبقى محكوم قوي جوه الاوض دي، ما ينفعش يدخل سوبرفايزرز كتير، دي اماكن هي مش معقمه بس اماكن نظيفه جدا جوه المصنع فما ينفعش يخشها اي حد. وطبعا لو عايز اراقب الاماكن دي براقبها من خارج الغرفه مش من داخل الغرفه، بيبقى عن طريق ازاز كده او ممكن كاميرات او شاشات اتابع بيها الغرفه. يعني في بقى حاجه بنسميها preparation area اللي هي منطقه الصناعه نفسها،
برضو دي المنطقة اللي بنعمل فيها الصناعة بتاعت الدواء نفسه، مش لازم برضو تكون معقمة قوي، مش لازم، بس برضو لازم نخلي بالنا ان المنطقة دي ما ينفعش يخش فيها كونتامينيشن من بره. وبرضو الجدران السيلينج اللي هو السقف يعني، والجدران طبعا لازم تبقى مقفولة كويس. في بقى حاجة بنسميها اسيبتك اريا، اللي هي المنطقة المعقمة. الاسيبتك اريا لو جينا لها تحت كده، ايه هي الاسيبتك اريا؟ قال لك الاسيبتك اريا الفلتريشن والفيلينج انتو ا فاينل كونتينر اند سيلينج از دان. دي المنطقه بقى اللي بيعملوا فيها الفيلينج، تعبئه المنتج بداخل العبوه. طبعا دي ممنوع تماما دخول اي ناس من بره لجوه المكان ده، ممنوع تماما. المكان ده بيخشوا ناس يعني متدربين جدا، الاماكن دي تبقى معقمه، لابسين حتى لبس معقم سترايل كلوث، والناس دي كل شويه بيتعمل لهم فحوصات طبيه، العمال دول بالذات، عشان يطمنوا ان الناس دي لياقتها كويسه وصحتها كويسه، لان دي اماكن معقمه. ما ينفعش يبقى في حركه كتير في الغرفه دي، يعني الناس بتمشي حتى عدد خطوات قليله عشان ما يبقاش في اي فرصه لظهور بكتيريا. السيلينج والجدران وكل الاماكن دي تبقى مرشوشه بمواد عشان تعمل تعقيم، بس تبقى المواد دي مش توكسيك. الاسترايل فلتريشن، حتى الفلتريشن بيعملوه استرايل فلتريشن، ولما وبيعملوا اسيبت واسترايل فيلينج كمان. طب ليه بيعملوا استرايل فلتريشن؟ في بعض الادويه ما ينفعش نعقمها بالتسخين، فهم بيستخدموا فلتر عشان يعمل تعقيم، فدي بتستخدم لو الدواء عنده هيت سنسيتيفيتي. اللارج فوليوم بارنترال والسمول فوليوم بارنترال، من يعني اللي هم مش عليهم مواد حافظه، لازم نعقمهم في الاخر. طبعا الغرف وكل الاجهزه تبقى استرايل، والمكان نفسه اللي موجود لازم يكون استرايل، فدي غرفه معقمه تماما. حتى الهواء اللي في الغرفه دي اسيبتك اريا ليه مواصفات خاصه، ما فيهوش بقى ولا دست ولا فايبر ولا مايكرو اورجانيزم. الفلتر اللي بيعقم الهواء ده مهم قوي، اسمه هيبا فلتر، هاي افشنسي بارتيكوليت اير فلتر، والفلتر ده بيشيل بارتكل حجمها لغايه 3 من 10 مايكرون. بيبقى في حاجه اسمها لامينر اير فلو سيستم، اللامينر اير فلو سيستم ده كمان بيشيل اي دست او اي مايكرو اورجانيزم موجود عندنا. الاير طبعا اللي موجود لازم يبقى بوزيتيف بريشر، دي مهمه جدا، يعني تبقى الغرفه الضغط فيها بوزيتيف بريشر، وده الباب اهو، وخارج الغرفه يبقى نيجاتيف بريشر. ليه؟ عشان لما لو عامل شغال جوه اهو في الاوضه وعايز يطلع لبره، لما يفتح الباب الهواء اللي جوه يطلع لبره، وبالتالي اضمن ان الهواء اللي بره اللي مش نظيف ده ما يخشليش خالص الاوضه. فانا بخلي ضغط الاوضه اعلى من الضغط الخارجي، عشان لما افتح الباب الهواء اللي جوه الاوضه هو اللي يطلع بره. طبعا بيعقموا الاوض دي كلها باستخدام مين؟ اليو في لام. اخيرا بقى في الجزئيه دي يا شباب، الكارانتين اريا. الكارانتين اريا هي مناطق العزل، الاماكن اللي بتبقى بيعملوا فيها العزل. والكارانتين اريا بتبقى عباره عن مناطق او عباره عن اماكن، الاماكن دي بيعزلوا فيها المنتج قبل ما يطلع لبره. فالناس بقى بيبتدي اللي هم الناس اللي بتشتغل تاخد عينات او تاخد سامبلز، ولما تاخد الايه يعني طبعا بعد ما بيعملوا فيلينج وبيعملوا سيلينج واستريلايزيشن، لازم يحتفظوا بالدواء في المناطق دي لغايه ما يجي الناس بتوع الكواليتي كنترول ديبارتمنت ياخدوا عينات ويشوفوها اذا كانت مناسبه ولا لا. فدي بيسموها منطقه الحجر او منطقه الحجز. If any problem is observed in above analysis, the decision is to be taken for reprocessing or other. يعني لو جينا حجزنا المنتج وحللناه لقيناه بايظ قبل ما نطلعه بره، يعني هبتدي بقى اقول لا خلاص المنتج ده ما ينفعش يطلع، لا اما اعمل له اعاده تصنيع ريبروسيس، لا اما ممكن اعمل له ريجكشن ان انا ارفضه خالص، ما ينفعش ان انا استخدمه بعد كده. اخيرا في حاجه بنسميها الفينشد او الباكينج اريا، اللي هي عباره يا شباب عن مناطق بقى الايه المنتج خلاص اتوافق عليه وبيتحط في مخازن عشان يطلع بره ويتباع بقى للناس بعد كده. فبعد ما بيعملوا الليبلنج بيطلعوه بره. طبعا الباكينج اريا دي بيعملوها عشان خاطر يحموا دي المخازن، دي بيجمعوا فيها الدواء عشان يحموه من الظروف الخارجيه، يعني لو في مطر او حاجه المنتج ما يبقاش بره في الشارع، يتعان في مخازن
ويطلع من المخازن على عربيات، ومن العربيات يوصل للمستهلك اللي هو هيستخدم الدواء على طول. The ideal packing is that which protect the product during the transportation. طبعا لازم الباكينج ده يحمي المنتج بتاعي تماما من الظروف الخارجية أثناء التخزين أو أثناء النقل. الليبل طبعا اللي موجود لازم بيكون ليه ليبل حتى على البلاستيك كونتينت. عارفين يا جماعة بتبقى يعني بيبقى الدواء ده في كونتينرات كبيرة، فحتى الكونتينر الكبير اللي فيه الدواء ده عليه ليبل برضو باسم الدواء اللي موجود. والأمبول، حتى الأمبولات بتتحط كده في حاجة اسمها بارتيشن بوكس، لو شفتوها بتلاقوا العلبة بتاعت الأمبولات عاملة كده متقسمه كده، وكل واحدة فيها الأمبولة بتاعتها. الكونتينر ده كده بنسميه بارتيشن بوكس. أخيرا معانا اللي هو التايب اوف بارنترال دوزج فورم. طبعا دي يعني آخر حاجة. في عندنا 7 أنواع مختلفة من الحقن. أول نوع بنسميه إنجكشن. لما تسمع كلمة إنجكشن فإحنا بنتكلم على سولوشن جاهز للحقن على طول، زي الأكترابيد زي الإنسولين كده، ده جاهز على طول. فور إنجكشن، بدام قال لك فور يبقى الدواء ده بيتحل. كلمة فور يبقى بيتحل. فور إنجكشن يعني بودر بيتحل، بس لما بيتحل بعمل بيه سولوشن. خلي بالكم، يبقى إنجكشن سولوشن جاهز طلع من المصنع سولوشن. فور إنجكشن لا، ده بودر بيتحل، ولما بيتحل بيبقى سوليوشن. خلي بالكم، زي مين؟ زي السيفيوروكزين فور انجكشن اهو، والازاكتام. دي كلها اسامي تجاريه يا شباب. هي الاسمين دول يبين لك بقى دي عباره عن حقن بودر بيتحل بس بيبقى سوليوشن. انجكتابل ايمالشن يعني ده ايمالشن طالع جاهز، ما دام مش قبلها كلمه فور يبقى جاهز. طبعا خلي بالكم ان الايمالشن مشكلته ان لازم الاويل دروبلت اللي في الايمالشن يبقى السايز بتاعها من 1 لـ5 مايكرومتر، اللي هو الانترنال فيز يعني، لازم يبقى من 1 لـ5 مايكرومتر عشان ما يسدش الاوعيه الدمويه وما عملش غلطه. طبعا لازم نستخدم ايمالسيفاير كويس جدا، ولازم يبقى الايمالشن ستيبل في الاوتوكليف. اوتوكليف ده اللي هو التعقيم. لو سخننا قوي بيخافوا ان ممكن الاويل يحصل له كواليسنس، يكلكع في بعضه، وممكن يحصل كريمنج، يعني شكل من اشكال الانستابيليتي في الايمالشن. دي كلها تعمل لي مشاكل. عشان كده ساعات بيحطوا بقى جيلاتين ودكستران ومايكرو كريستالاين سليولوز عشان يحافظوا على الاستابيليتي بتاعه الايمالشن. ليميتد تشويس اوف ايمالسيفاير اند ستابلايزر تو. طبعا مش اي ستابلايزر وايمالسيفاير بيستخدم، لازم نستخدم حاجات عندها اللور توكسيستي عشان ما يحصلش منها مشاكل، وعشان ما تعملش رانسيديتي في الاويل برودكت. البروبوفول ده مثال بقى لايه، لمنتج اي في بيتاخد على طول. اي في بيبقى عباره عن ايمالشن محطوط عليه ماده حافظه زي البنزايل الكحول او الايه والصوديوم بنزويت. طيب نجيب المثال اللي بعديها اللي هو المثال بتاع انجكتابل ايمالشن. برضو انجكتابل ايمالشن يبقى ده ايمالشن جاهز مش لسه هنحله. الكميه السوليد اللي موجوده من 0.5% لـ5%، ممكن توصل كمية السوليد في السسبنشن لغاية 30%. السرنجة اللي بتستخدمها تبقى سرنجات من 18 لـ21، بيبقى كل السرنجات ليها أرقام أو مقاسات، هي بتبقى من 18 لـ21. طبعا السايز اللي احنا بنستخدمه لازم يبقى سايز مناسب جدا علشان يناسبني مع الريليز بتاع الدرج والديسوليوشن بتاع الدرج والسيدمنتيشن كمان. مايكرو بلفرايزد سبراي دراينج او فلويد انرجي جرايندنج اند دراي ميلينج، دي كلها عباره عن اجهزه تستخدم علشان تطحن البودر بتاعي وتخلي السايز بتاعه مناسب للحقن، زي الديبو مدرول مثلا. دي عباره عن حقن كورتيزون والكورتيكويد، يعني كورتيزون بيحطوا عليها صوديوم كلورايد زي ما اخذنا من شويه حاجه بتظبط الايزوتونستي، ويحطوا عليها صوديوم هيدروكسيد وهيدروكلوريك اسيد، ده كده عباره عن بفر عشان يحافظ على البفر عن بي اتش من 3.5 لغايه 7. في فور انجكتبل سسبنشن. فور يبقى اكيد في عندي هنا ايه، ما دام فور يبقى ده باودر بحله ويبقى سسبنشن. زي مين؟ زي الامبينم والسيليستاتين. ده عباره عن ادويه انتي بايوتيك، دي كلهم انتي بايوتيك يا شباب، بس بيكسروا بالميه، فبنعملها باودر لوحده والايه والباودر لوحده
والميه لوحدها، وزي البنستار ده كمان البنسلين طويل المفعول حتى بيبقى فيسكس ومعتم كده فيسكس عشان يبقى سستيند ريليز. في بروتين فورميوليشن، بروتين فورميوليشن هي عباره عن تركيبات بيبقى فيها بروتين. البروتين فورميوليشن بالنسبه لنا بتبقى عباره عن تركيبات، التركيبات دي زي الانسولين كده، بس مشكله البروتين ان البروتين ممكن يحصل فيه مشاكل ويحصل فيه لخبطه في الاستراكشر. انتوا عارفين البروتين ده في منه حاجه اسمها برايمري استراكشر وسكندري استراكشر وتيرشري استراكشر وكواترنري استراكشر، في اشكال مختلفه من البروتين. تصنيع البروتين وانا بصنعه ممكن يحصل تغيير في الاستراكشر بتاعه، وده ممكن يعمل لي مشاكل حتى في الدواء ما بقاش فعال بالنسبه لي. في خلي بالكم المصانع اللي بتعمل بروتين لازم تاخد بالنا من حاجات كتير. لو عملوا شيكنج جامد قوي للبروتين اثناء صناعته ده هيعمل فوم، والفوم ده ممكن يعمل ديناتوريشن يعني يبوظ البروتين، وممكن يعمل بريسيبتيشن للبروتين. كمان البروتين بتاعي ممكن فعاليته تروح لو راح لزق في الكونتينر اللي بيعمله، يعني الكونتينر اللي هو بيعمل البروتين، الكونتينر احنا حاطين فيه البروتين سوري يعني كالعبوه، فالبروتين اللي فيها ممكن يلزق في الدواء اثناء صناعته. وكمان خلي بالكم لازم نكون ظابطين الحراره وظابطين البي اتش والاورجانيك سولفنت عشان ما يحصلش مشاكل. استابيلايزيشن استراتيجي بقى خلي بال حضراتكم، في الاستابيلايزيشن في حاجات كتير بيحطوها عشان يحافظوا على الاستابيليتي، زي البروتينز مثلا بيحطوا سيرم البيومين او امينو اسيد او سيرفكتنت عشان يحافظوا على الاستابيليتي. ساعات بيعملوا جينيتيكلي انجينيرنج ميثود عشان يحافظوا على الاستابيليتي، وساعات بيحطوا بي اي جي عشان يحافظوا على الاستابيليتي. اخيرا نوفل فورميوليشن اللي هي السستيند ريليز او الكنترولد ريليز فورميوليشن، هنا بيبقى الدواء بقى مش سسبنشن او ايمالشن عادي، بيبقى الدواء فيه حاجات غريبه زي مايكروسفير، لايبوزوم، مونوكلونال انتي بودي، بعض انواع الايمالشن تدينا دايما لونجر او انكريز للديوريشن اوف اكشن، تخلي الدواء ده يبقى سستيند افكت او سيلكتيف، يعني مثلا لو العلاج كانسر فيروح للكانسر وما يروحش للنورمال سيلز مثلا. عشان كده الاثار الجانبيه بتاعته بتبقى قليله جدا جدا عشان هو عنده سيلكتيف ديليفري. يمكن اشهر مثال ليه ماده دواء كده اسمه ابراكسين، ده عباره عن انجكتبل سسبنشن بيحتوي على الدواء مادة فعالة باكليتاسل، ده أنتي كانسر على فكرة، أنتي كانسر، بيبقى ماسك مع الألبيومين والألبيومين موجود النانو بارتكل، فده نظام جديد شوية بيتاخد طبعا اي في انفيوجن، يعني ممكن يستخدم ك اي في انفيوجن. تمام بكده يا شباب نكون خلصنا الفور نوتس او الفور بيبرز اللي كانوا موجودين عند حضراتكم. ربنا معاكم ان شاء الله ويوفقكم بإذن الله تعالى.